مع طموحات لاعبي النادي الاهلي علشان هم كمان بيسعوا لتحقيق كل البطولات المحليه والقاريه اللي بيلعبوا فيها. ده كان بعض كلام علي معلول، يعني مش عايزين عشان خاطر مش عايزين نحرق لحضراتكم كل الكلام اللي موجود، لكن علي طبعا هيكون مع حضراتكم او حضراتكم هتسمعوا اللقاء صوت وصوره معانا في ضمن التسجيلات اللي كانت موجوده في معسكر الامارات. يعني كل ده علي معلول، يعني بسم الله ما شاء الله اتكلم في حديث طويل جدا. تعالوا بقى نروح لاخبار المنتخب. المنتخب يخوض المران الاخير قبل وديه ليبيريا ببرج العرب. المنتخب الوطني بيختتم استعداداته بكره ان شاء الله لمواجهه منتخب ليبيريا، اللي هيكون موجود علشان يلاقي المنتخب الوطني في اخر تجربه وديه قبل لقاء كينيا القادم الرسمي في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021. كل التوفيق لمنتخب مصر. مباراة كينيا وجزر القمر يوم 14 و18 نوفمبر الجاري في التصفيات. اكتملت صفوف منتخب مصر ب 21 لاعب بعد انضمام كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش بجانب أيمن أشرف، بعد ما استبعد الكابتن حسام البدري لاعبي نادي بيراميدز بعد الأزمة اللي حضراتكم تابعتوها أكيد على المواقع وعلى القنوات الفضائية الرياضية. رسميا 10,000 مشجع لمنتخب مصر أمام ليبيريا وكينيا. اتحاد الكورة تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 10,000 مشجع في مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري في افتتاح أمم أفريقيا تصفية أمم أفريقيا 2021 على ملعب برج العرب. وأيضا كمان الأمن وافق على نفس العدد اللي يكون موجود في مباراة ليبيريا بكرة إن شاء الله على نفس الملعب. البروفة الرسمية لافتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة على استاد القاهرة اليوم. النهاردة كانت في الساعة 6 مساء بروفة تحت حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى تصفيات أو أولمبياد طوكيو 2020، واللي إن شاء الله هتقام في مصر من يوم 8 ل 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة زي ما قلت لحضراتكم للأولمبياد. البروفة أقيمت على ملعب استاد القاهرة علشان طبعا الكل يستعد والكل يقف على انطلاق الحفلة اللي ان شاء الله تكون افتتاحها راعي، والكل يكون عارف الامور هتكون ماشية ازاي والترتيبات، اللي زي ما ان شاء الله انبهرنا كلنا بافتتاح بطولة افريقيا الاخيرة للكبار. ايضا ننبهر ان مصر عندها في سنة واحدة بس عندها بطولتين، بطولة الامم الافريقية الكبار وبطولة المنتخب الاولمبي، والاثنين يكونوا في مصر وفي اقل من 3 شهور. فده يدل ان احنا دوله قويه جدا، دوله محترمه، دوله يعني بتوفر كل الامكانيات اللي الجانب الرياضي او الجانب القاري تحديدا بيطلبها في اي بطولات، وابدا لا تتاخر على اي منظومه رياضيه في مصر. البروفا كان فيها جميع مسؤولي الاتحاد الافريقي الكاف واللجنه المنظمه لبطوله كاس افريقيا، مسؤولين من الشركه الرائعه للاتحاد الافريقي، عدد من المسؤولين عن الكره المصريه. وزي ما قلت لحضراتكم تاني قائمة منتخب مصر اللي الكابتن شوقي غريب أعلنها، يعني هفكر حضراتكم تاني وأقول لكم تاني علشان اللي مش متابع يتابع معي. عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي في حراسة المرمى، أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، دول في خط الدفاع. في خط الوسط أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي وناصر ماهر، وفي الهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وامام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان. بسم الله ما شاء الله اعتقد ان الثلاث خطوط اقويه جدا ومنتخب مصر قادر على الفوز بالبطوله. نظام البطوله مجموعتين، 8 فرق، 4 فرق واربع فرق، بيتاهل اول وثاني واول وثاني، بيلعبوا قبل النهائي وقبل النهائي. اللي بيصعد نهائي خلاص بيصعد اوتوماتيك لاولمبياد طوكيو 2020، وبيتبقى الثالث والرابع. الثالث بيصعد هو كمان ليلحق بالاول والثاني، والرابع بيخرج بعد ما تم الغاء مقعد الملحق الاسيو طبعا الافريقي الاسيوي علشان يصعد 3 فرق بس بدل 4 فرق. تم استبعاد من المنتخب بعد ما اعلن الكابتن القائمه مصطفى شبير، ناصر منسي، احمد حمدي، محمد صادق واحمد ايمن. اتحاد الكرة يقترب من التعاقد على كرة رسمية للدوري. نتمنى بعد ما لقينا في بداية الموسم الاتفاق على توحيد الكرات بنفس الكرة اللي بتحمل شعار الشركة الراعية للمنتخبات الوطنية كلها. لقينا في بعض الاختلافات لكن خلاص اتحاد الكرة بيقترب من التعاقد مع كرة رسمية. اقترب
اتحاد الكره من التعاقد مع الشركات النمساويه لتوريد كره رسميه خاصه بالدوري الممتاز، وده في اطار رغبه اللجنه الخماسيه برئاسه الاستاذ عمرو الجلاني في توحيد الكره اللي هتخوض بها كل فرق الدوري المباريات خلال الموسم الجاري. وخلاص اقتربت المفاوضات ما بين اللجنه الخماسيه من الحسم مع احدى الشركات، واتفقوا على البنود، وتبقى فقط الرتوش النهائيه قبل الاعلان الرسمي عن الكره. وفي حال موافقه اتحاد الكره على العرض، الكره تحمل شعار اتحاد الكره الدوري المصري، ويتم توزيعها على كل فرق الدوري الممتاز، وتحديدا في موعد البدء في تنفيذها. كده انا خلاص مع حضراتكم كل الاخبار المهمه اللي حضراتكم محتاجين تعرفوها. طبعا باقي الاخبار شغاله على قناه الاهلي في كل الاوقات، سواء في كلام في الميديا او في الاهلي ليله او حتى في ملعب الاهلي مع كابتن اسلام، لكن لازم نحط حضراتكم في الاحداث اول باول، وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم الاخبار والاحداث المهمه جدا الخاصه بالنادي الاهلي. بقى تيجي وقتنا عشان نروح لفاصل، هنروح للتقرير عن عوده الجماهير المدرجات، ونرجع علشان نستقبل بعديها الكاتب الصحفي